المصريين يعني النقطة دي تحديدا مهمة، فكرة الدولة، هما بيحسوا بالحماية بفكرة الدولة مش بفكرة القبيلة، حتى فندم ما كانوش عندهم فكرة الغزو أو التوسع اللي هي أفكار القبائل، يعني قبائل آسيا الوسطى بتيجي من آسيا الوسطى عشان تغزو ممالك بعيدة جدا عنها زي مملكتنا أو الممالك اللي كانت موجودة في بلاد الشام. المصريين ما كانش عندهم الشعور ده خالص. ده يمكن يدفعنا للحديث عن نشأة الجيش المصري. يعني احنا بنلاقي صلاية اسمها صلاية صيد الأسود 3500 قبل الميلاد. يعني ايه صلاية؟ معلش سامحني. صلاية اللي هي جزء من حجر الشيست معمول بيتصحن عليه حاجة كغرض عملي، لكن هو استخدم كمدون تذكاري بتدون عليه الأحداث. فعندنا صلاية صيد الأسود عليها كاتبتين بعلمين مختلفين، عليها أول مرة كلمة جندي اللي هو مشع جندي، وبعدين في نفس الوقت وهم رايحين يحاربوا بيقابلهم اسود بيقتلوا الاسود، تعبير عن الشجاعه وكده. يبقى الجيش اول مره عندنا اعلام وعندنا كلمه جندي 3500 قبل الميلاد. تامين الحدود المصريه موجود عندنا، يعني الملك نهرمر 3150 قبل الميلاد على ختم اسطواني بيحارب في الجنوب بيامن حدود الجنوب. بيجي بعد كده عندنا قبل الملك نهرمر بحوالي 200 سنة صلاية الحصون والغنائم فيها تأمين الحدود الغربية واسم ليبيا واسم الحدود الغربية. بعد كده بنلاقي الملك دن بيأمن في منطقة سيناء والشرق. فإذا الجيش مؤسس كأقدم جيش في التاريخ بيأمن الحدود من أول مرة، في نفس الوقت في اتجاه استراتيجي كان في مصر ان حكام المناطق الحدودية يكونوا من العسكريين، وده موجود في الدولة المصرية لغاية دلوقتي، وعنده حس أمني مختلف وبيتعامل مع التنمية من جهة ومع حماية الحدود من جهة أخرى، فده برضو كان موجود. بالنسبة للجيش المصري برضو عندنا خطط حربية من عهد تحتمس الثالث، عندنا استطلاع من عهد الملك كاموس، عندنا الملك حرمحب اللي كان بيسبقه حاكم يعني متدين او رجل دين بس ما يصلحش يكون رجل دولة. يعني لا اللي هو فهنا بنيجي في مقارنة يمكن مع الفترة القريبة اللي احنا كنا فيها، يعني رجل دين ما يصلحش يكون رجل دولة. يعني احنا بنشبه بمحمد مرسي؟ لا ايوه طبعا دي لقطة حلوة جدا بالنسبة لي. يعني حاكم ضعيف ويعني ليه بعد وبيشتغل باسم الدين، ليه بعد ديني لكن في نفس الوقت ما يصلحش يكون رجل دولة. وبالتالي مصر بتهدد حدودها، بيبقى فيها فساد، بيبقى فيها تفكك. طب احكي للمصريين ازاي تم استدعاء حور محب علشان يخلصوا من يعني؟ لا يعني في عام 1548 حرم حب بيجي من منفو بتستدعيه الشعب وبيحتفل بيه الشعب كله، يعني الشعب كله بيحتفل بيه وبيجي على طول، يعني زي 30 يونيو. ايوه يعني بالظبط كتير يعني، وبيجي ما هو التاريخ بيعيد نفسه احيانا كتير. المهم بيجي وبيحتفل بيه وبيعمل دستور وبيأمن الحدود وبيعتلي العرش طبعا، وبيحارب الفساد وبيعمل تنظيم اداري. يعني في تشبيه كتير ما بين الفتره بتاعه 30 يونيو وما بين الفتره بتاعه. طب انا عايزهم برضو يعرفوا اي كان كاهن وكان يعني مش من اصول مصريه صح؟ لا اي من اصول مصريه طبعا، كان كاهن وبيحمل لقب الاب المقدس وكان الى حد ما متابع للاسره في نهايه بعد عهد اخناتون وتولى الحكم بعد توت عنخ امون، وما كانش طبعا قادر على يعني قيادة الدولة بشكل مناسب. في نفس الوقت ابتدت الحدود تتهدد وابتدينا نلاقي تفكك إداري وابتدينا نلاقي فساد وهو مش قادر يعمل حاجة. فطبعا الشعب استدعى فعلا لأنه حرم حب لأنه احتفل بيه، وكان مقر قيادة الجيش في منف، وبعدين بين منف وبين طيبة مسافة بس حوالي 700 كيلو ولا حاجة. 700 كيلو دي كان شبه مهرجانات احتفالية بحرم حب لغاية لما وصل طيبة وتوج. يعني المصريين طول عمرهم بيعرفوا كلمة المنقذ أو المخلص. هو دايما يعني العلاقة بين الجيش والشعب في مصر غريبة، يعني علاقة ود وعلاقة يعني تآلف، ودايما الشعب بيبص للجيش في كل وقت إن هو يعني القادر على حمايته. وبعدين برضو احنا في الفترة الأخيرة في كلمات كده غريبة زي كلمة العسكر. العسكر دول هم الجنود بتوع المماليك اللي كانوا أجانب عسكر أو غز. لكن لما نفتكر مثلا بعد محمد علي لما بقى الجيش مصري أحمد عرابي نقدر نقول عليه عسكر أو غز؟
فالجيش بتاعنا عمره ما نقدر نقول عليه عسكر او غز، وانما تسميه العسكر دي لما كان الجنود اجانب مرتزقه ايام الملك، وكانوا بيضايقوا الناس ومش حاسين بان هم دي بلدهم وكده. لكن الجيش بتاعنا لا، عمره ما كان عسكر. الجيش بتاعنا جيش مصر، ومصطلح العسكر ما يمشيش عليه خالص، ما نقدرش نقول عليه الله. عسكر او حكم عسكر، وانما ده كان زمان ايام المماليك لما كان الشعب بيحس ان في فجوه بينه وبين الجيش، فجوه بينه وبين العساكر اللي بياخدوا منه الجزيه واللي بيضايقوه واللي بيعتدوا عليه وكده. ده مش موجود يعني دلوقتي. يا دكتور اللفظ لما خرج يعني كلمه عسكر دي، يعني في عقل اخر بيواجه هذه الدوله اشتغل بالكلمه، يعني رماها وهو عارف بيرمي على اساس إيه؟ مدلول الكلمه سلبي. يعني مدلول كلمه العسكر مدلول سلبي. وبعدين في نفس الوقت احنا ما نقدرش نقول جيشنا، يعني احمد عرابي مين يقدر يقول عليه عسكر، ولا جمال عبد الناصر، ولا السادات، ولا يعني سياده الرئيس، مين يقدر يقول كده؟ ولا جيشنا احنا، ده جيشنا هو اللي بيسند اخويا واخوك وابويا وابوك يعني، ما كلنا جندنا ويعني، فالشعب اصلا كان عسكر.